السلام عليكم بنات، نبدأ درسنا اليوم يونت 1 لسن 7 good friends. Read the two emails. نقرأ الإيميلين. Find one thing Sally and Ahmed have in common. نجد أو نطلع شيء واحد يشتركون به أحمد وسالي. From عنوان درسنا أو عنوان الإيميل هو new school year، سنة دراسية جديدة. From Dina to Auntie Emel، إلى عمتها أمل. Dear Auntie Emel، How are you? I'm now in the third intermediate at school and I'm enjoying my lesson. أنا يعني تخبرها أن هي صارت بالصف الثالث متوسط وهي مستمتعة بالدروس. My best friend at school is Sally. صديقتها المفضلة وأحسن صديقة عندها بالمدرسة هي سالي. She's really creative. هي حقا مبدعة. So she likes the art lessons. هي تحب دروس الفنية. She paints very well. ترسم بصورة جيدة جدا. She paints really well. Sorry. I want to learn and she said she will teach me. أنا أريد أن أتعلم وهي أخبرتني بأنها سوف تعلمني. She is very helpful. وهي شخص متعاون. I said I will help her with her math homework. وأنا خبرتها أني سوف أساعدها مادة واجب الرياضيات. She likes math. She likes math. هي تحب الرياضيات بس she's not very good at it. ولكن هي ليست جيدة فيه. Sally is very nice looking. قول سالي هي جميلة المظهر أو حسنة المظهر. But a bit short. شو نقول قليلة قصيرة قليلا. She's got beautiful curly brown hair. هي لديها شعر بني مجعد. And dark brown eyes. وعينان بنيتان غامقتان. She is very kind and really good fun. هي حقا طيبة ومرحة. She is also very friendly. وهي شخصية ودودة. And I think we are going to be good friends forever. وأنا أظن أو أنا أعتقد بأننا سوف نكون صديقتان جيدتان للأبد. Email me soon دينا. راسليني حالا دينا. نجي للإيميل الثاني. My best friend صديقي المقرب. From Zaid to Yunus. أرسل زيد إيميل إلى يونس. يقول Hey Yunus. There is a new guy in our class. هناك طالب جديد أو شخص جديد في صفنا. He came to the school sometime last week. هو جاء منذ وقت قليل يعني شغل بفترة قصيرة الأسبوع الماضي. Last week. He is called Ahmed. اسمه أحمد. He is really cool. هو حقا هنا قلنا كلمة cool أخذناها بالدرس السابق لوصف الأشياء وعرفنا أنها هناك تخص الفاشنبل بمعنى فاشنبل أو stylish بمعنى يعني أكثر أنيق أو جذاب. هنا cool لوصف الأشخاص بمعنى calm أو easy going بمعنى شخص بسيط أو شخص شو نقول متمهل. فنقول he is really cool يعني هو شخص هادئ. He is good at loads of things. هو جيد أو بارع في كثير من الأشياء. He is really hardworking. هو حقا شخص مجتهد. And knows a lot of maths, science and English. ويعرف الكثير عن الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. He is also very sporty and really good at volleyball. هو شخص رياضي وجيد في كرة الطائرة. He was on my team. And we won easily. هو فريقي لذلك احنا نربح او ربحنا بسهولة. He is funny looking. هو يعني شو نقول ذو مظهر مضحك. He is quite tall. هو طويل جدا. With short black straight hair. شعر اسود سرح قصير. He is clever. هو شاطر. And talkative. كثير الكلام. And really good fun. وشخصية ذو شخصية مرحة. And he is really kind too. وهو شخص طيب أيضا. Tell me yours, your news. Sorry. Tell me your news. زيد يعني أخبرني عن آخر أخبارك زيد. فالطلب الأول اللي طالبة من عندنا هنا هو إيجاد أشياء مشتركة have in common between Sally and Ahmed. فمن نلاحظ أن الصفات هنا اللي موجودة هنا نعطينا وصف إلى شخصية سالي وهنا وصف شخصية أحمد. فالأشياء المشتركة بهم يشتركون بصفتين نقول both of them are kind and good fun.
both of them يعني كلاهما هو شخص طيب ومرح. هذه الصفات اللي يشتركون بها سالي وأحمد. بعد ذلك طالب من عندنا قال إن احنا write an email write an email to a relative about your best friend in your notebook. يقول اكتب ايميل عن صديق مقرب إليك، اكتب ايميل إلى أحد أقاربك، relative بمعنى للأقارب، عن صديق مقرب إليك في دفتر الملاحظات. write about their appearance and character. بالوصف أو بالإيميل شو راح نذكر؟ appearance يعني مظهر الخارجي، نوصفه بالإضافة إلى الشخصية. use some of the words in red in the email above and the language tables at the top of page 10 to help you. يقول استخدم الصفات اللي استخدموها بالإيميلات السابقة، وكذلك استخدم القواعد اللي أخذناها الدرس السابق اللي موجودة بصفحة 10. وين صفحة 10؟ هاي الموجودة بصفحة 10، يقصد هذه القواعد اللي هنا أخذناها. هذا طبعا الإيميل موجود عندكم بالمنظمة، سويت لكم إيميل حلو وبسيط وسهل تقدروا تحفظونه للامتحان. مطلوب من عندكم هو معرفة المفردات الجديدة لهذا الموضوع، وكذلك طريقة صياغتها وكتابتها وترتيب الصفات. شرحت لكم الدرس الفات وانطيتكم تلخيص الموضوع.